تخيل معايا صاحبي بنادم كيفاش عطو الخطر ديالو انه يجي وما لصقش غير المسكه والوسخ واش شنو ملصق ملصق البروتيكسيون عباد الله عرفتي يلاه دابا كنت كنهضر مع الناس في الانستغرام شنو ماكش داخل عندي الانستغرام هاد اخرى كتزقل بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال النصائح وكنبارطاجي فيه بزاف اكثر من اليوتيوب. قلت لهم بغيت ندير لكم فلوغ بكاوازاكي وما كانش عندي افكار على شنو غادي نهضر ولا شنو غادي ندير. قررت كنت قلت لهم بلي غادي ندير لكم فلوغ بالموتور وكنديليفري يعني بالدورداش بحال ديك الماكله اللي كنت درت لكم في واحد الفيديو ديال كيفاش بنادم يقدر يخدم غير بالطانوبيل ديالو يخدم فوق ما بغى، يعني بقى نديليفري الماكله وداك الشيء بالكاوازاكي. شي حاجه اللي عجيبه، تخيل معايا انت غتجيب اوردر وغتدي للدار والصلع ديال الموتور راكم عارفينه وعالي وكذا وبزاف د الحوايج، وفي الاخر قلت هدا هاد الشيء هذا خاصو بزاف ديال الحوايج، خاصو اولا الشكاره ديالو كبيره ما عنديش في الدار وما عنديش كيفاش نشري هاد غير دغيا ولا شي حاجه. ثاني حاجه الاوردرات يقدر يجيني شي حاجه كبيره وما ما تقدرش تجيني فهاد الشكاره هادي صغيره. جو جو مرحبا مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نديكم لواحد المفاجأة، راه مازال ما قدتش الصوت، غادي تشوفوا أكبر مفاجأة، وتا أنا أول مرة غادي نشوف هاد المفاجأة، ما عمرني مشيت ليها صراحة. دابا الهاي واي، دابا راك تشوفها، الصورة هذا شحال هذا وانا كنسمع عليه ما عمرني مشيت له كاع. واحد الصور اللي غنعاود لكم عليه شي لعيبات اشكال، وهذه اول مره غادي نشوفو وغتشوفوه معايا. الروباله الروباله نديرو لهم الروباله في الربوق ونديرو لهم الروباله في الموتور فاش ما جاونا نديرو لهم الروباله ياك. المهم نكملو القصه ديالنا. شحال هادي وانا كنسمع على هاد الصوره هذا وكنسمع ليه بزاف ديال الحوايج وما عمرني مشيت له، واخا انا ساكن في سياتل وغادي نزيد نشرح لكم اكثر بزاف على هاد البلان هذا. خاصني ديك اللعيبه ديال التليفون هنايا ديك ضروري باش خاصني نبقى نتبع البلايص، حيت دابا انا كندير الايرباد في ودني وكنبقى نسمع الختنه اللي كتهضر من جوجل ماب هي اللي كتبقى تقول لي مثلا يعني كيفاش كيفاش البلان ديالها، يعني كيفاش ندور على اليمين ندور على اليسار. فهادي دابا المشكل انا اللي خايف منه هو انه فاش غادي نمشي لهاد البلاصه هادي كنتمنى ان شاء الله نلقى شي بلايصه فين باركي الموتور، حيت ما بغيتش نجيب الطوموبيل بغيت ندور بالموتور. الشال هادي ما درتش بالموتور من نهار شدينا الرموك، وفاش كتشد الرموك راك عارف هذيك لايف ستايل اخر حياه اخرى. ولكن عاوتاني الموتور عنده واحد البلاصه كبيره في القلب ديالي اللي ما غنساهاش واخا ما تنساهاش بزاف، الحبيبه ديالي كندير لها الخاطر ديالها. هادي راه مسميتها القايده ديالي، هادي الحبان ديالي. يلا زيد اصاحبي راه مصيبه مع هاد الناس. هاد يور ديستنيشن از اون ذا ليفت. هاي واتس اب سير؟ جود جود هاو ار يو؟ جود يا جود يو نايس بايك يو لايك موتورسايكلز يا ويتش وان يو لايك؟ I always had VFRs. Oh wow, this is the Kawasaki Sport. Yeah. Is that GSX or no? This is the Z1000. Nice. It's like alpha, like more than 1000 cc. I like it. Yeah, it's a sport bike. Yeah, have a good one, sir. عرفتي دابا خاصني نلقى شي بلاصه فين نخلي الموتور، عرفتي ما نخليش الموتور الصاد ناري ما نخلي الموتور اصلا. عرفتي شحال هادي ما نزلتش الكاميرا في البابليك وكايا وبديت كنصور، عرفتي واحد المده جاتني في اشكال غريبه. المهم هاد البلاصه هادي مشهوره بزاف، راه ديما تنوريها لكم تتبانو في سيتي جون سياتو
تدوز عليها هي الاولى. غادي نوريكم شي لعيبه ما عمركم شفتوها، غاتجيكم غريبه بزاف، شي حوايج عجيبه. شوف شحال شو من واحد مورايا، شوف شوف عرفت الناس هادو كاملين اللي شادين النوبه وكتشوفهم كيهضروا هنايا، شادين النوبه باش غيمشيو ويتصوروا مع اوسخ اعفن بلاصه تقدر تجلس فيها حياتك كامله، اللي هي واحد الحيط عامر بالمسكة. هذا الحيط معروف هنا بزاف سياتل، عامر بالمسكة. هاد المنطقة هادي اللي كتشوفو فيها دابا مصنفة من أكثر ولا من الطوب ديال خمس مناطق الأكثر عنفا ولا أكثر وسخا كاينة في العالم كامل. وهي تخيل معايا أنه أي واحد تيجي لسياتل ضروري تما ضروري أنه كيجي للبلاصة الوسخة باش ياكل المسكة باش يلصقها في الحيط. وهاد البلاصة هادي أو هاد الحيط هذا يعني تقريبا المدة ديال الوجود ديالو تقريبا أكثر من 25 سنة، وهو كاين هاد الحيط هذا هنايا. ترى عرفتي شو شو توري شو ودابا حاليا مع الكوفيد ما كتشوفش بزاف ديال الناس مورايا وقدامي. دابا راني واخا في وسطهم راه كاينين بزاف من قبل من كورونا او حتى في هذه الوقيته ديال كورونا، الناس كيشدوا الصف لمده ساعات باش شو يلاه توصلهم النوبه باش يلاه يحيدوا المسكه من فمهم ويسقوا هنا. ما كيسقوش غير مسكات، كيسقوا حتى ذاك الواقي الذكري، يعني اوسخ واعنف حاجه تقدر جوليا. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، هو انه في عام 2015 كانت تقريبا خدات لهم 130 ساعه باش ينقيو هاد الحيوط هادو كاملين اللي كتشوفوا قدامكم، وحيدوا تقريبا يعني واحد القرابه ديال 2000 باوند اللي حيدوا ديال المسكه. وللاسف هو انه من بعد ما نطفوا هاد الحي ولا هاد البلاصه هادي جاو موراها من بعد واحد شويه وبداو كيلصقوا عاوتاني. يعني هادشي داك اللي كتشوفو راك عرفتي دابا انا جالس هنايا وكنشم الريحه ديال المسكه كامله، يعني جميع الامراض كاينين في هاد المسكات. وغندير لكم واحد الحاجه، انه الا بغيتو ديروا ليا تحدي طلعوا هاد الفيديو هذا لاكثر من 100,000 وغادي نرجع وغادي ندير عاوتاني شي لقطه هنايا وغنهشي مسكه وغادي نبدغها. هذا تحدي، يلا بارطاجيو اللايف وديروا لايك باش نبدغ شي مسكه موسخه. يلا بغيتو بيا الخدمه غديروها. في البدايات كانوا بداو غير بواحد الحيط صغير اللي هو كاين الفوق لهيها، كنبداو غير هكا يا ما عرفتش القصه شنو الهدف مورا المسكه هذه. يعني كنبداو بواحد صغير راه كاين الفوق من موراها، ما عرفتش كيفاش ديك الفكره تطورات، خصوصا هاد البلاصه هذه جايه في سونتر، يعني جايه بواحد البلاصه اللي سياحيه، موراها بداو الناس كيسقوا المسكات. والعجيب في الامر هو انه ما كاينش غير مسكات، كاينين حتى بعض التصاور ديال ناس اخرين حاطينهم وملصقين فيهم المسكه. وغادي نزيد نصور لكم شي حاجه اللي عجيبه. What's up? What's your name? Arturo. Arturo. Hey, like transport. Oh, up, where are you from, man? Pasco. Pasco, Washington. Wow. Oh, wow. What's up, man? How you doing? I'm good. I'm good. Where are you from? I'm from here, yeah? But originally from Morocco. So thanks, man. I mean, I just have a quick question. Like, what do you think about this casting place? It is what it is. You it know? Is what it is. Yeah. I mean, you can't hate it. You can't love it. So. Yeah. You just gotta take pictures, move on. Right. Right. Awesome. It is what it is. It is you gotta do something. Huh? That's true. Thank you so much, yeah, man. Enjoy. Have a good one. واحد الحاجه اللي عجيبه هو انه بنادم كيحط صاور برد حط صاورو حط شي لعيبات هنا كتيكا وحطت المسكات. هذا راكم عارفين شنو كيعني. تصور عادي واحد الريحه ديال المسكه وديال الوسخ عجيب عجيبه. ما كاينش شي واحد كيجي لسياطل هنايا وما كيتصورش مع هاد الحيط هذا الموسخ. ضروري ما تصور، ضروري ما دير شي تذكار مع هاد الوسخ هذا، لانه كيف قلت لك مصنف مع اكثر خمسه ديال المناطق الخنوزيه وعندها علاقه بالسياحه.
هما دبلا ساعات. المهم نمشيو نشدو الطريق نضحكو وغيدوز بلوك. يس يا لام ثانكس. عرفتي ديما كتجيني ديك الفكره انني نجي لهاد البلاصه لانها عامره بتوريست من جميع انحاء امريكا حتى من العالم كامل. هاد البلاصه هادي اللي كنوريكم شحال هادي ديما عامره بالبشر. وبغيت نبقى نسولهم على المغرب، باغي ندير فلوغ نبقى نسول الكاوريات وكبار على المغرب، نسولهم شي اسئله اللي تقدروا نتوما طرحوهم ليا في الكومنتيرات. وكان مش شي حاجه اللي كتعجزني هو داك الترجمه، يعني داكشي اللي غنترجم لكم هو اللي كيجد ليا الوقت. سو هذاك هو اللي معجزني، كل ما كانش الترجمه كره دغيا كنسول ديما الناس هنايا. ومن بعد ما مشيو اوسخ بلاصه اخويا دابا نمشيو نتغرباو شي شويه، ضربنا شويه الريح ونشوفو انقى بلاصه. غادي نمشي لالكي بيتش فين كاين البحر، وفي نفس الوقت راه ديجا صورت تمايا. غادي نتلاقاو عماد نقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عرفتش انا واش الفلوق غادي يجي طويل ولا لا، كنتمنى ما يجيش طويل. نضحكوا شي شويه. شفتوا معايا ناري اوسخ، وفي نفس الوقت انتم تساليتوا معايا باش ما تقولوا ليش راه نسينا الكوازاكي الحبيبه القايده ديالنا. تحياتي لعشره. نشوف الا ما كنتيش داخل عندي في الانستغرام، دخل عندي في الانستغرام غتلقاو ديما في الجنب الصغير لتحت. وراه تما كنبارطاجي بزاف ديال المعلومات، كنبارطاجي بزاف ديال الحوايج. عرفتي شكون هذا؟ هاد خونا تيبان معايا بزاف في الفلوغات. سميتو عماد. شنو هو؟ هضر من جهه كاينه خاي سفيان. ما تمركش اصاحبي، راه غيتفرجوا فيك غير واحد شويه ديال الناس. ايوا شويه ديال الناس. غنمشيو نضربو شوف دابا حنا في الكيبي. عرفتي هز كاس كازي باش كنفلوغ. عرفتي شحال تقيل الكاس؟ حنا دابا في الكي بيج، مورا غادي نشدو الدار، نشدو الطريق للدار وغنقول لكم تهلاو في فلوغ اخر. Tell me you know.